بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأخر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. أفتطمعون عنه مع العلم الآية هذه سبقتها آيات، منها الآية التي قبل مباشرة أي 74، شيقول من فضيحة لهم. هذا بعد ما تحلت مشكلة المقتول في بني إسرائيل، هم قتل جميعا، هم يورون اليوم غير منطق بدماء، اليوم متأمن على الشعوب كلها، وقتلوا لزوميسيد اللي جنوسيد بلا حساب، وبعد يتموا غيرهم اللي يحبوا يعملوا جنوسيد إسرائيلية وجويف. يقول ثم قست قلوبكم، خاطبهم معنا كشفا لهم وتحذيرا لهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. تعرضنا إلى هذه القسوة، كيفاش ربي من شبها، وكانت هي أسبق من قسوة الحجارة التي تخر خوفا من الله، والذي ينبجس منها الماء والمجر رغم صلبتها وظاهرها جاف، ولكن بفضل الله يأتي الماء من طريق أراده الله ويخرج منه الماء. فقلنا اضربوه ببعض، لا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وأن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وأن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل لما تعمل. هذا أسبق أتحدثنا به عدة مرات. إذا كان هذا حال الناس ذوما، يعني أسوأ حال من الحجارة التي عندها أطوار وعندها معنى خشية من الرحمن، وتجم تفيد الإنسان بالماء اللي جريه ربي كأداة الحياة وجعلنا من الماء كل شيء عالي. نعود إن شاء الله تعالى.